احنا بنقول للمصريين هي رساله طمأنة. اللجنه العلميه في مصر اللي تابعه لوزاره الصحه المصريه بتقول ان انا بحط بروتوكول علاج، بنتابع بروتوكولات العلاج، بنعمل ابحاثنا اللي هي بتبقى الاساس. بروتوكول العلاج ده ناجح قد ايه، ايه اللي هو جيد فيه، ايه اللي هو سيء فيه، بندرب اطبائنا على توفيق على هذا البروتوكول، ازاي ان هو يطبق هذا البروتوكول. والاهم من كده كان معانا شركاء الاساسيين فيهم شركات الادويه المصريه اللي خلت مصر في منتهى القوة في الدنيا، ان هي دواها داخل مصر، دواها موجود، ادوية البروتوكول كلها متوفرة ومتوفرة بكمية كبيرة تغطي احتياجات مصر. استعرضنا المجهودات الاخرى للجنة بالاضافة للبروتوكولات العلاجية من متابعة المرضى والحالات المرضية، الاشراف على الابحاث العلمية الاكلينيكية اللي تمت على الادوية المختلفة في البروتوكول، المشاركة في تدريب الاطباء وتجهيزات الكوادر الطبية للتعامل مع المرض في المستشفيات العزل والفرز المختلفة. اتكلمنا طبعا عن المجهودات المكملة لمجهوداتنا من القطاع الدوائي في مصر، وازاي الشركات المصرية قدرت تغطي احتياجات البلد في الفترة دي من كل الأدوية اللي حطرنا لها في البروتوكول، علشان نقول ان احنا محتاجين نسيطر او ان احنا عايزين نسيطر على جائحة كورونا ونحدد مصير كيرف كورونا. في ثلاث اتجاهات محتاجين نمشي فيهم بالتوازي: اتجاه وعي المواطن ومدى التزامه بالإجراءات الوقائية، اتجاه أجهزة الدولة المختلفة اللي بتحاول تيسر ده وتشوف كل السبل ان احنا نقضي على الجائحة، وطبعا النظام الصحي في حالة يعني طبعا لتوفير الوعي ودعم المواطن صحيا، وفي حالة لا قدر الله اي حالة مرض بكورونا نقدر نتعامل معاها ونوفر كل الرعاية الصحية اللازمة. تحديث البروتوكول بتاع شهر نوفمبر اللي تم إزالة بعض الأدوية منه اللي لم تثبت كفاءتها وكان في منها آثار جانبية، وإضافة بعض الأدوية الأخرى اللي ثبتت عن طريق التجارب العلمية والأبحاث إن هي أدوية فعالة وإن هي بتزيد من كفاءة البروتوكول المصري. الحاجة الجديدة إن إحنا بدأنا نفعل أدوار الصيدلة الإكلينيكية، بدأنا نفعل أدوار التغذية العلاجية، وبدأ إن هو يتحط في البروتوكول العلمي، لأن أنا مهم جدا بالنسبة لي إن أنا وأنا بكتب الدواء أبقى عارف الآثار الجانبية والتفاعل بين دواء لدواء، وفي نفس الوقت برضو التغذية العلاجية انها يعني ركن اساسي من اركان علاج المرضى في الرعايات المركزة سواء للكورونا او غير الكورونا. احنا فتحنا 28 مستشفى تابعة للتأمين الصحي لمواجهة الجائحة واستقبال كافة المصريين سواء اذا كان منتفع بالتأمين الصحي او غير منتفع. بيتم تقديم خدمة الفرز والعزل في المستشفيات بتاعتنا، جميع الادوية والمستلزمات متوفرة. التأمين الصحي برضو بما انه مسؤول عن اطفال المدارس فبيقوم زي ما حصل في تأمين امتحانات الثانوية العامة الموسم الماضي، احنا ما زلنا بنتابع أطفال المدارس يوميا عن طريق فرق طبية موجودة في عيادات المدارس، بتقوم بفحص الطلاب صباحا، وإذا ظهر أي أعراض أو حاجة بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي أو قطاعات الوزارة بيتم تحويل الأطفال إلى المستشفيات. طيب احنا الحقيقة مش هنبعد عن كورونا.